السقاط محمد السقاط من دار البيضاء المسؤول على هذا المشروع ديال لا بنك اوتوماتيك البنك اوتوماتيكي التجاري فقط ماشي هذا المشروع حتى بديناه في خمنا فيه شحال هادي وبدا تطبيقيا وعلى ارض الواقع من 2017 بدينا في واحد العدد ديال المدن الكبرى وهذا المشروع الحمد لله هو دابا ناجح انه حنا كنطوروا هذه الشبكه ديال الفضاءات البنكيه المتعدده الالكترونيه في جميع المدن الكبرى والمدن المتوسطه في المغرب بحيث بانه اليوم صعب باش كنهضر معاك راه عندنا واحد 100 فضاء مثل هذا اللي كتشوف في العرايش 100 واحد عندنا في المغرب وان شاء الله غادي نساليو السنه 130 فضاء بحال هذا ساشون كاينه واحد البرنامج طموح من هنا 2020 باش نكون تقريبا 300 فضاء مثل هذا اللي كتشوف. نعم الزبناء كيبغيو يتعرفوا على الخدمات اللي يمكن يقدموا الفضاء. هاد الخدمات هما خدمات واحد 15 خدمه كيمكننا نديروها عبر هذا الشباك الاوتوماتيكي ياك اللي الناس كانوا كيعرفوهم غير لو غاب بور لو ريتري دارجون باش يسحبوا الاموال ولكن دابا طورناه بانه نقدروا نسحبوا الاموال او نقدروا نديروا ايداع الاموال نقدروا نحطوا الاموال ديالنا ايداع النقود ولا ايداع الشيكات ولا نديروا الصرف تحويل الاموال من كونت لكونت نقدروا نديروا لو بيمون دو فاكتور اداء الفاتورات التعبئات ديال لي كارت بريبي مسبقات الاداء لي كارت بريبي بانكير او لا ديال لي زوبيراتور تيليكوم بحال ديال تيليكوم انوي ايتترا الاتصالات حتى الاتصالات نقدر ندير واحد العدد ديال الخدمات واحد اخرين كان لو كود نقدروا نكومونديو شيكي نقدروا نامبريميو لو غيب اون فير لا كونسلطاسيون نشوفوا لو سول ديالنا شحال فيه ايتترا دونك 90% ديال الخدمات اللي يمكن دار في لاجونس مع شي عميل ديال البنك يمكن الانسان يديرهم براسو في هذا الفضاء مثل هذا بغض النظر بانه كاين واحد العدد ديال العمليات اللي درناهم اليوم في التجاري موبايل التجاري نت دونك العمليات اللي خصهم النقود خصو ولا بدا السيد ما يجي للبنكه دونك داكشي علاش حنا عملنا هو التطور ديال الخدمات البنكيه ولا يعني كلها الكترونيه وكنلاحظوا مثلا في اوروبا اصبحت الاداء يعني بالكارت يعني بكلش في جميع المعاملات وداكشي يعني هذا واش كيدخل في السياق ديال التطور ديال الخدمات البنكيه اللي عرفها قطاع اصلا هاد التطور ديال الخدمات ما دليل عليه زعما العصر الواحد خصو يواكب بالعصر ديالو ولا ما درناش هادشي واحد اخر غيديروه اولا غيبقاو دائما يقولوا دي حنا في اوروبا عندنا هذا وفي المغرب انتم ما عندكمش دونك حنا دابا الحمد لله راه تقريبا في نفس المستوى وشي مرات في شي حوايج راه كنفوتهم كاع داك السيرفيس ديال كاش اكسبريس اوتوماتيك بانه تقدر التليفون ديالك دير واحد العمليه سهله وتمشي ديرو تيريا بلا لا كارت ديالك من انكيش اوتوماتيك راه ما كايناش بزاف ديال الدول نعم سي راه المغرب راه كيبدا واحد المجهود جبار من خلال التجربه ديالكم المواكبه ديال العمل يعني كتعرف بعض الصعوبات من خلال التعامل ديال الزبناء مع هاد الخدمه الجديده هاد احنا باش نتفاداو هاد الشيء درنا واحد السيد خدام في المونتا كيكون السنه الاولى كيكون وقف هاد الفضاء باش كيساعد الزبناء كيسهل لهم الماموريه ولا الى ما ربما وقع شي مشكل ولا شي حاجه حتى ولا شي حاجه كتلقاه دائما هو السباق باش يحاول يفك لهم المشاكل ديالهم اولا يحاول يتصل بنا في السياج وديك المسائل باش نصلح هذا المشكل هذا الى وقع ساشون كو عندنا دي ديلي سور لي كيل اون سانكاج باش المشكل يطلع يتصلح والحمد لله حنا دابا كون ما كانش التسبيق هذا تجربه ناجحه راه ما يمكنش اي واحد يطور هذا الشيء بهذا المستوى هذا وهذا النيفو هذا اللي وصلنا ليه دابا نعم كلمة أخيرة يعني فيما يخص يعني الآفاق ديال هاد الخدمات البنكية يعني جديدة يعني
المستقبل الحمد لله في المستقبل زعما عندنا واحد المشروع حتى 2022 و 2023 باش نطوروا هادشي للمقاولات الكبرى والصغرى والزبناء الشخصيين طبيعه الهاتف النقال طبيعه شبكه الانترنت طبيعه هاد الفضاءات بحال هذا اللي كتشوف اليوم. ومازال ان شاء الله كاين خدمات اخرى اللي كنبتكروا فيها وكنقدروا نطبقوها في المغرب. نعم، ومن خلال يعني هاد الخدمه الجديده يعني في مدينه العرائش يعني في السياق ديالها كيفاش جا انا فكرت نتوما المقارنه يعني مع المدن الاخرى اللي هي تعرفوا حد التوسع يعني واحد الديناميه اقتصاديه واجتماعيه الاخر. الو ايفيكتيمون دابا بحال اللي شرط لي في الاول حنا بدينا في الاول بدينا بالمدن الكبرى، ولكن مدينه العرائش عندها بول مهم فيه واحد العدد ديال العمليات مهمين، وحنا باش نواكبوا التطور اللي كتشوف المغرب والبلاد والمدن الكبرى بحال هادو اقترحنا باش يكون ايكيبيو هاد المدينه حتى هي بالنسباس بحال هذا الفضاء مثل هذا اللي كتشوف هاد النهار. والحمد لله النتائج يلا درناه راه من كلاس في الرتبه اللي توب 5 اللي توب 5 هذه ديال العرايش، لانه الناس فهموا الفائده المضافه الاهميه ديال هاد لي سيرفيس بحال هذا. دونك الناس ديال العرايش راه واقيلا موالفين كيديروا هاد الخدمات ولا فاهمين لانتيغي كيزون يوتيليزي لي سيرفيس. حنا دابا راه فخورين بهاد النتائج اللي وصلنا لهم على العرايش، رغم انه راه بدا يلا هادي بعد شهور ماشي عندو شي سنوات، ولكن الحمد لله النتائج صارة وكتشجعنا باش نزيدو نطورو هادشي في المدن بحال العرايش